العيال اخروا ليه بس؟ ايه صوت الزغاريد دي يا ماما؟ والله ما اعرف يا ابني، استنى ما اشوف ام حموكشة. 010 4 خرفين 0 معزه لا تكون اتجوزت. الو، ايوه يا ام حموكشة. ايه يا حبيبتي صوت الزغاريد دي؟ ايه نتيجه الثانويه العامه ظهرت؟ طب سلام يا ستي، اشوف الولاد. حاضر يا اختي، مستعجله على ايه؟ هقول لك على طول. سلام 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 يا وليا. يا اختي الناس كلها عرفت ان نتيجه الثانويه ظهرت الا انا. اهو محمود ورودي جايين اهو. الله يكليكي يا رب استرها. ما تقعد يا ابني، نوشتني. عملت ايه؟ نجحت الحمد لله. الله اكبر، رفعت راسي قدام الحته قدام ام حموكشة. بس في حاجه صغيره. ايه يا ابني؟ شلت اربع مواد يا مصطفى. جنينه غشك وسط نحل. استرها يا رب، استرها. يا ايه يا رودي؟ شو عايز يا ماما؟ انت جبت مواد انت كمان؟ لا. امال ايه؟ جبت امتياز. يعني ناجحه؟ ناجحه بس ما جبتش امتياز جدا. ايوه يا ام حموكشة، شفت اللي حصل؟ رودي الحمد لله نجحت وجابت امتياز وعامله لي جنازه في البيت وميتم، ومحمود طلع باربع مواد والله ولا على باله، وقال ايه عايز تورته وعايز نعمل له حفله. انا مش عارفه يا اختي ايه دوا. وعارفه الناس بقى تقول ايه لما تلاقي الواد سقط؟ اصل العيب من امه، العيب من امه. لكن البت اما نجحت، اصل ابوها كان بيوديها الدرس، اصل كان بيذاكر لها. احنا يا بنتي كده في الهم مدعيين وفي الفرح منسيين، حتى انت يا وليا. بصي بقول لك ايه، سلام، ما تكلمنيش تاني. سلام سلام يا وليا. في محاسن احتفي جيبي.